وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. يا إخوان يا شباب يا رجال، أنفقوا على أبائكم، أنفقوا على أمهاتكم. نصيحة فراح لما أمك بتقلك يا ابني الله يرضى عليك أنت وجاي جيب لي الشغلة الفلانية، بدون ما تقلك أمك، أنت بتعرف أمك بتحب هالأكلة، الكود روح اشتريها صار معك فلوس وروح جيبها لعند أمك. تعرف أبوك بحب أكلة معينة، الأب والأم مرات شغلة بسيطة يا لطيف قلب يمتلئ رضا عليك. نصيحة لوجه الله، لما بتنزل هالفاكهة اللي بيحبها أبوك، لما بتنزل هالشغلة اللي بيحبها أبوك، احملها وركود أول شيء إلى أمك وأبيك قبل ما تأكل منها أنت، وقبل ما يأكل أولادك وقبل مرتك، خذها لأمك وأبيك. والله الله يقول وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، الله بيرجع لك ياهن مع زيادة ونيالك إذا رضيها أبوك ورضيها أمك. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، الله عز وجل قال لا تخافوا، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني قديش لهم أجرهم عند ربهم؟ هلأ الموظفين بالشركات العامة والدوائر، هلأ في موظف معاشه 200,000، في موظف معاشه 300,000، في موظف معاشه 80,000، هيك يعني الشرائح الوظيفية بهالشركة بهالمعمل بهالمكان. في موظف معاشه 50,000، في موظف 125,000، 25,000. في موظفين بيقول له المدير أو مالك الشركة للمدير إنه قول للمحاسب للمدير المالي إنه فلان أجره عندي، هذا فلان 200,000 وهذا 300 وهذا 125 وهذا 100 وهذا 70 وهذا 75 وهذا أجره عندي. أي واحد أجره عند المدير عند المالك بإذن الله بإذن الله بيعطيه أرقام لا يتخيل، غير كل هالعباد. فإذا أنتم أنفقتم في سبيل الله عز وجل، الله عز وجل قال فلهم أجرهم عند ربهم، معاشاتكم عندي. بعدين قال لك شط طمن، يعني قديش بدك تعطيني يا رب؟ يعني فلان أخذ 300,000، أنت قديش بدك تعطيني؟ الله عم بيقول لهم ولا خوف عليهم، لا تخاف، عم بيقول لك معاشك عندي لا تخاف، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله يجعلنا من الذين أجرهم عند ربهم، والله يجعلنا من الذين ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية.